في البداية ما يمكن أن نقوله عن ما يقع في الانتخابات وفي كل المحطات اللي يتم فيها التعاطي المباشر مع المواطنين، هو أنه في كل محطة نزداد تأكدا على أن ما نعيشه اليوم والأزمة الكبرى التي نعيشها هي أزمة قيم أولا، وأن القيم انعدمت من داخل المجتمع مما أدى إلى تكريس واحد الممارسات اللي هي ممارسات لا أخلاقية ولا مشروعة. هذا انعدام القيم ماشي شي حاجة اللي جات جديدة، المغاربة معروفين بالآداب ومعروفين بالصواب ومعروفين بمجموعة من القيم اللي هي اليوم كتنضطر، ولكن خصنا نعرفوا المسار ديال اللي خلانا نوصلوا لهذه المرحلة اللي احنا فيه اليوم. أول ضرب وأول حاجة تكسرات داخل المجتمع واللي ادتنا لهذه المساله ديال انعدام القيم هي المدرسه العموميه. عندما تنهار المدرسه العموميه تنهار معها القيم وتنهار بعدها المجتمعات. اليوم المدرسه العموميه كما دائما اؤكد واصرح انها لم تعد تقوم بدور التربيه، وهو من احد اهم الادوار اللي كتقوم بها المدرسه باعتبارها مؤسسه من مؤسسات التنشئه الاجتماعيه. اليوم المدرسه ولات العمل ديالها والاستاذ ولا العمل ديالو تقني اكثر مما هو عمل اجتماعي انساني تربوي يهدف الى اصلاح المجتمع والمساهمه في التوعيه والتنشئه. لهذا لا نستغرب الى جينا مثلا في العمليه الانتخابيه وشفنا الناس انها كتاخذ الفلوس، لا نستغرب الى شفنا ان الناس تدعم مفسدين، وذلك في مجموعه من الحالات يكون بوعي او بدون وعي. لكن ما يجب التاكيد عليه وكي لا نكون سوداويين في النظره ديالنا، هذه ليست بحاله عامه، هي استثناءات. بطبيعه الحال هذه الاستثناءات قد تؤثر على النتائج، قد تؤثر على العمليه الانتخابيه، لكن هناك حاله عامه من الغضب، هناك حاله عامه من الاستياء من الوضع اللي كنعيشوه اليوم، سواء هذا الاستياء سواء من بعض الاحزاب السياسيه التي تمارس هذه الممارسات او من بعض المواطنين الذين يتلقون اموالا من اجل التصويت لصالح فلان او فلان.